الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، على حين كان الناس أحوج إلى الرسالة منهم إلى الطعام والشراب والهوى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعثه الله تعالى بدين الحق ليظهره على الدين كله، دين الحق الذي لا يمكن أن يشتمل على باطل أبدا، دين الحق الموافق للفطرة ولكل عقل صريح سالم من الشبهات والشهوات. فاستجابت الأمة لدعوته وانتشر دينه في أقطار الدنيا حتى بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ولم تزل الأمة الإسلامية ظاهرة على أعدائها حتى حصل فيها التفرق والاختلاف. وإذا دب التفرق والاختلاف في أمة حل فيها الفشل، لقول الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولكن مع هذا قد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أيها الإخوة، أيها الشباب المسلم، كم كنت أتمنى أن يحصل اللقاء بكم، قد يتوقع متوقع أن اللقاء يكون في أماكنكم في البلاد المتشتتة، ولكن بنعمة من الله وفضل كان اللقاء بكم هنا في الجزيرة العربية، مبتدأ الوحي ومنتهاه، إذ لا يشك أحد أن الإسلام بدأ من هذه الجزيرة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يرجع إلى المدينة كما ترجع الحية إلى جحرها. وإن لقائي بكم في هذه البلاد من فضل الله تعالى على الجميع، لأننا وإن كنا لا نصل إلى بلادكم فإننا نسمع من أخباركم، نسمع أن هناك شبابا طموحا يدعو إلى دين الله عز وجل، وبقدر ما يستطيع من علم وتوجيه وإرشاد. وكل من نشد الكمال فإن نشدانه الكمال من الكمال، وكل من ظن أنه كمل فإنه ناقص،
لأن من ظن أنه كمل سيتوقف عن المسيرة، ولكن من نشد الكمال فإنه سوف يسير حتى يصل إلى الكمال وفوق كل ذي علم عليم. إن الصحوة الإسلامية التي نسمعها هنا في بلادنا وفي البلاد الإسلامية عامة وفي بعض بلاد الكفر إنها تبشر بخير، ولا شك أن المؤمن يسر بذلك، لكن تحتاج هذه الصحوة إلى أن تكون مصحوبة بالحكمة، لأن من حرم الحكمة حرم خيرا كثيرا، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولكن ما هي الحكمة التي ينبغي أن يسير عليها الداعي إلى الله عز وجل؟ الحكمة تكون بأمور: الأول أن يكون عند الداعي علم بما يدعو إليه، ولهذا أرى أن طلب العلم أولى بالتقديم من الدعوة إلى الله، لأن الله يقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم وبرهان، أنا ومن اتبعني. إن الداعي إلى الله تعالى على بصيرة وعلم يمكنه أن يدافع ويمكنه أن يهاجم، يمكنه أن يدافع عن دينه الذي يدعو إليه بدحض الشبهات التي تورد عليه، ويمكنه أن يهاجم الأديان الأخرى ببيان بطلانها وما فيها من انحراف وضلال مخالف للعقل والفطرة. لكن من يدعو بدون علم سيقف في أثناء الطريق، لأنه لا يستطيع أن يدافع ولا يستطيع أن يهاجم، وحينئذ تكون المسألة عكسية: يقف أمام مجتمع ليدعو إلى دين الإسلام، ثم يقوم طرف من أطراف الناس ذوي العناد والاستكبار فيورد عليه شيئا من الشبهات فيقف حيران. فما ظنكم أيها الإخوة في مثل هذه الحال؟ ماذا تتصورون وهذا الرجل يدعو باسم الإسلام؟ إنني أتصور وأعتقد أنكم تتصورون كذلك أن في هذا هزيمة عظيمة للدين الإسلامي، ولكنني إذا قلت إن الأولى بالداعية أن يتعلم قبل أن يدعو، فليس معنى ذلك أني أقول لا يدعو ما دام يتعلم، لا، يدعو وهو يتعلم، يدعو إلى مسألة واحدة علمها وأتقنها وأجادها، وبذلك يكون متعلما وداعيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، يعني ولو آية من كتاب الله أو مسألة واحدة من مسائل الدين. وليس الداعي أو المبلغ، لا يمكن أن يكون داعيا أو مبلغا إلا إذا حفظ أصول الدين وفروعه. هذا شيء مما يكون سببا في نجاح الدعوة، أن يكون الإنسان على علم وبصيرة، علم يمكن أن يدافع به ويهاجم.
الأمر الثاني أن يكون هذا الداعية عاملا بعلمه، فإن العمل ترجمة للقول، كل قول لا يترجم بالعمل فإن مآله أو مآل أكثره الفشل. ولهذا يقول الله عز وجل مخاطبا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولا أعتقد أن عقلا صريحا يقبل من شخص يدعو إلى ترك شيء وهو متلبس به، أو يدعو إلى فعل شيء وهو متخل عنه، حتى وإن كان ما يدعو إليه حقا، فإن المدعو سوف يكون في نفسه تردد وشك، لماذا لا يفعل هذا الرجل ما كان يدعو إلى فعله، ولماذا لا يترك ما كان يدعو إلى تركه. فعمل الداعية بما علمه من دين الله وبما يدعو إليه عباد الله أمر مهم جدا. ولهذا كان من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام كما وصفه ملك غسان أنه كان لا يأمر بشيء إلا كان أول فاعل له، ولا ينهى عن شيء إلا كان أول تارك له. هذا أيضا من الدعاء إلى الله بالحكمة، لأن الداعي إلى الله لا يقتدي الناس بأقواله فقط بل حتى بأفعاله. أحيانا تجدهم يقولون للداعية: أنت فعلت كذا وكذا، فلماذا؟ يقولون ذلك إما معارضين وإما مسترشدين. والمهم أن فعل الداعية له قيمة عند المدعوين، بل ربما يعتبرون الداعية بفعله أكثر من اعتبارهم إياه بقوله. الأمر الثالث من الدعوة إلى الله بالحكمة أن ينزل الإنسان الأمور منازلها ويضعها مواضعها، لأن لكل مقام مقالا ولكل عامل حالا، فليس الناس على حد سواء، وليست مواضع الدعوة على حد سواء، وليس تكيف نفوس الناس على حد سواء. ولهذا نجد الله عز وجل وهو الحكيم العليم في الأمور التي يكون الناس منغمسين فيها على خلاف ما يرضي الله، نجد الله عز وجل يربي العباد فيها تربية ويسوقهم إلى الحق شيئا فشيئا. وأنا أضرب لذلك مثلا في قضية الخمر. قضية الخمر قضية مشكلة اجتماعية، لأن الخمر كان مألوفا عند الناس يشربونه ليلا ونهارا وصباحا ومساء. انتشال الناس من هذا العمل الخبيث أمر ليس بالسهل إذا كان دفعة واحدة، ولكن الله عز وجل بحكمته وعلمه، بل بحكمته ورحمته، ساق الناس إلى اجتنابه على وجه مقبول، فقال فيه: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما.
أعتقد أن كل ذي لب يتركه وإن لم ينهى عنه، اعتمادا على قوله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما، لا يحتاج إلى نهي. الإنسان العاقل متى علم أن إثم الشيء أكبر من نفعه فإن عقله يدعوه إلى اجتنابه بدون داع شرعي بل بالوازع الفطري. ثم أنزل الله عز وجل بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. كم الصلوات؟ الإجابة عليكم، 5 صلوات. إذا كان الله نهى عباده أن يقربوا هذه الصلوات 5 وهم سكارى، فمعنى ذلك أن 5 أوقات من زمنهم سوف يجتنبون فيها الخمر. وهنا قال لا تقربوا الصلاة، إذن فلا بد أن يدعوا الخمر قبل دخول وقت الصلاة حتى لا يقربوها. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذه مرحلة ثانية يتعود الإنسان أو يعتاد الإنسان فيها على ترك الخمر في جملة من وقته. ثم أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فبهذه الآية حرمت الخمر تحريما باتا شاملا لجميع الأوقات وجميع الأحوال. هذا تدرج في المنهيات. التدرج في المأمورات صيام رمضان، إمساك عن أي شيء؟ عن شهوات النفس، عن الأكل والشرب والجماع. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أمر شاق، شاق على النفوس، ولا سيما في وقت الصيف الشديد الحر الطويل الزمن. لكن الله عز وجل بحكمته ورحمته فرض الصوم أول ما فرضه على التخيير. إن شاء الإنسان صام وإن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا. يستمع إلى قوله تعالى فمن وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم أوجب الله الصوم عينا في الآية التالية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هل فيه تدرج في الإلزام؟ الجواب نعم، لأن تخيير الإنسان بين الفعل والترك إلى بدل أهون عن عليه من الإيجاب عينا، فكان في هذا تدرج في الإيجاب. إذن ممكن أن نتدرج بشخص ندعوه إلى الله، فنبدأ أولا بتوحيد الله عز وجل، ثم بأمره بالصلاة إذا استجاب، ثم بالزكاة، ثم بالصوم والحج. ففي صحيح البخاري
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يدعوهم أول ما يدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي لفظ إلى أن يوحدوا الله. قال فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أو في فقرائهم. إذن هذا من الحكمة أن ندرج المدعو بحسب حاله وبحسب ما يكون قابلا لدعوتنا. أما أن ننفره فنقول أنت على ضلال، أنت من أهل النار، أنت خاسر، فإن هذا لا يحصل به خير بل يحصل به التنفير عن دين الإسلام. واستمع إلى قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم. ما رأيكم في سب آلهة المشركين؟ أهو قربة مأمور به؟ الجواب نعم لا شك في هذا، لكن إذا كان يترتب عليه محذور شرعي أعظم منه فإن الله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومن هذه الآية الكريمة أخذ العلماء قاعدة مهمة، وهي أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح مع التساوي أو التقارب. هذا أيضا هذا من الحكمة في الدعوة إلى الله. من الحكمة في الدعوة إلى الله أن نوحد صفوفنا نحن معشر المسلمين، أقول المسلمين الذين درجوا على طريق السلف الصالح، لأن الذي يمثل الإسلام حقيقة ويحقق الإيمان هم السلف الصالح، الصحابة والتابعون وتابعوهم القرون 3 المفضلة. السير على منهاجهم هذا هو الإسلام وهو الإيمان، وما خالف طريقهم فإن فيه من الضلال بقدر ما خالف ذلك الطريق. أقول مرة ثانية من الحكمة أن يوحد الدعاة إلى الله عز وجل صفوفهم في الدعوة إلى الله، وهي الدعوة إلى طريق السلف الصالح. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما عليه هو وأصحابه، وفي رواية وهي الجماعة الذين اجتمعوا على الحق. والخلاف اليسير الذي لا يخرج بنا عن طريق السلف لا ينبغي أن يكون مثارا للجدل والنزاع والعداوة والبغضاء، لأن مثل هذا الخلاف موجود في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ومع هذا لم يخرجهم عن كونهم أمة واحدة، فهم أمة واحدة في الهدف وفي العمل، ولكن لا يلزم من ذلك أن يتفقوا في كل مسألة من مسائل الإيمان والدين، بل لا بد أن يكون هناك خلاف. ولكن متى علمنا أن الواجب على كل مؤمن
أن يرد النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله كان لزاما على كل من تبين له الحق من كتاب الله وسنة رسوله أن ينصاع إليه، وإن خالف ما كان عليه من يقلده هذا الرجل أو يعظمه. واستمع إلى الله عز وجل وهو يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. تجد أن قوله وما اختلفتم فيه من شيء يدل على أنه لا بد أن يكون هناك خلاف، ولكن ما إلى أين يرجع في حكم ذلك الذي اختلفنا فيه؟ يقول الله عز وجل: فحكمه إلى الله. ماذا حكم الله به؟ أو بعبارة أصح، ماذا حكم الله فيه؟ استمع إلى الآية الأخرى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله ورسوله. وما فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا، خير في الحاضر وأحسن تأويلا في المآل والمستقبل. وصدق الله عز وجل: إننا إذا أرجعنا خلافنا إلى الله ورسوله كان ذلك خيرا لنا في الحاضر، وكان أحسن مآلا لنا في المستقبل. الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو رد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فإذا رددنا ذلك الخلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بنية حسنة، لا ننوي أن ننصر رأينا أو أن يكون قولنا أو قول مقلدنا هو المتبوع، وإنما نريد أن تطبق شريعة الله على حسب كلام الله وكلام رسوله أو وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إننا إذا كانت نيتنا على هذا الوجه وكان عندنا من القوة في استخراج الأحكام من أدلتها ما يكفينا، فإننا سوف نتفق، لأنه ما دام الهدف واحدا والسبيل واحدا فأين يكون الاختلاف؟ ولكن المشكلة، كل المشكل، أن بعض الناس إذا رأى رأيا سواء أكان اجتهادا من عنده أو تقليدا لمن يحسن فيه الظن ويعظمه، لا يريد من الناس إلا أن يتبعوه، وهذا خطأ. كل إنسان يريد من الناس أن يتبعوا قوله على خطأه وصوابه، فمعناه أنه اتخذ لنفسه مكانا في الرسالة، في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يجب أن يطاع ويتبع في كل ما يقول ويفعل إنما هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت يا أخي لا تجعل نفسك ندا للرسول عليه الصلاة والسلام، أو تجعل من تعظمه من أهل العلم ممن تحسن به الظن ندا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اجعل الحق رائدك، سواء كنت ملتزما به أم مخالفا له ثم هداك الله إليه على يد أحد ممن أعطاهم الله العلم. واعلم أن من نعمة الله عليك أن يمن الله عليك بشخص يبين لك الصواب، هذا من أكبر النعم.
وكثيرا ما يعرض للإنسان مسألة يرى أن الصواب فيها كذا وكذا، لكنه بعد المناقشة يرى أن الصواب فيها خلاف ما كان عليه، فيرجع إلى الصواب. إننا نجد أن المسألة يكون فيها قولان، حتى للخلفاء الراشدين، حتى لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره، نجد أن المسألة يكون فيها قولان أو أكثر للأئمة الذين اشتهرت مذاهبهم واتبعت، كالإمام أحمد مثلا. لماذا؟ لأن العلم يتجدد، علم الإنسان يتجدد. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. قد يخفى علي هذا الدليل مدة من الزمن حتى يمن الله علي بالطلاع عليه، وقد يخفى علي دلالة هذا الدليل إما لقصور في العلم أو لتقصير في التدبر حتى يفتح الله علي، وقد يخفى علي ما يعارض هذا الدليل، لأن الدليل لا بد أن يكون سالما عن المقاوم. قد يخفى علي ما يقاوم هذا الدليل فيتبين لي بعد ذلك. والمهم أنني أدعوكم أيها الشباب إلى أن تجعلوا رائدكم دائما هو الدليل، وألا تتخذوا من الخلاف مع الاجتهاد وحسن النية، لا تتخذوا من هذا الاختلاف مثارا للجدل والنزاع فتتفرقوا وتذهب ريحكم. ومن الدعوة إلى الله بالحكمة والسير على منهاجه أن يكون للجماعات الأقلية مرجع يرجعون إليه، وهو ما يسمى بالأمير، وقد يسمى بالرئيس، لأن الناس لا يصلحون بدون هذا، لا يصلحون بدون قائد، لا يصلحون بدون مرجع. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم حتى يكون هناك مرجع. حتى الطيور في جو السماء يقول أهل الخبرة إن لكل فرق منها قائدا يقودها يوجهها، وكذلك الضباء الماشية على الأرض لا بد لها من قائد. نحن أيضا نحن أقليات في بلاد غير مسلمة لا تطبق الإسلام وربما تحارب الإسلام، لا بد أن يكون لنا شخص نرجع إليه. ولكن كيف يمكن أن ننصب هذا الشخص ومن نختار؟ الشخص إذا كان فيه صفتان القوة والأمانة فهو الأهل، كما قال الله عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين، وقال العفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. إذا وجدنا الشخص من هذه المجموعة قويا أمينا فهو ضالتنا المنشودة، نجعله الأمير. وإن وجدناه قويا لكنه فيه نقص في الأمانة نجعل له وزيرا، نجعل له وزيرا أمينا، حتى يحصل من قوة هذا وأمانة هذا ما به الخير والمصلحة. وإذا وجدنا أمينا ولكنه ليس بقوي أضفنا إليه قويا حتى تكمل الولاية والتدبير. وأنا عندما أقول قوي أمين فإن هذا يستلزم أن يكون عليما،
يعني عالما بشريعة الله، وعالما بأحوال الناس، وعالما بما تتطلبه الدعوة، لأن هذا هو مصدر القوة أو هو أساس القوة. فلذلك أنا أدعوكم أيها الإخوة المنتشرون في بلاد لا تمثل الإسلام، أدعوكم إلى أن يكون لكم أمير أو رئيس أو قائد أو ما تسمونه، المهم المعنى دون اللفظ ولا مشاحة في الاصطلاح. هذا الرئيس نستفيد منه فوائد. الفائدة الأولى أننا عند التنازع نرجع إليه، والبشر لا بد أن يقع بينهم شيء من سوء التفاهم، يحتاجون إلى أحد يحكم بينهم فنرجع إليه، وعليه هو أن يتقي الله عز وجل في تحري الحق والوصول إلى الحقيقة. ثانيا أننا نحن الجماعة قد نحتاج إلى جمعية تعاونية بحيث نكون صندوقا لمن أراد أن يتبرع به للإعانة في الدعوة أو في المدعوين أو لإعانة بعضنا فيما قد يحصل له من حاجة. ومن فوائد هذا الرئيس أنه لو احتاج أحد منا أن يتزوج بامرأة مسلمة ليس لها ولي مسلم، فإنه يمكن أن يعقد النكاح لهم، لأن أهل العلم يقولون إنه إذا كانت المرأة في مكان ليس فيه إمام ولا نائبه ولا أحد من أوليائها الصالحين للولاية، فإنه يزوجها ذو سلطان في مكانها، أي من جعلته القبيلة أميرا أو حاكما أو ما أشبه ذلك. من فوائد هذا الرئيس أو الأمير أن لا يتصرف أحد تصرفا ينسب إلى المجموع إلا بإذنه، وأقول تصرفا ينسب إلى المجموع لأن التصرف الشخصي الذاتي كلنا نتصرف فيه بما يناسبه، لكن التصرف باسم الجماعة لا يكون إلا بعد مراجعته، كما قال الله تعالى عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يذهبون أي مذهب إلا بعد مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن علينا نحن الشباب المسلم ألا نتخذ من هذه اليقظة تطرفا في الاندفاع، لأن التطرف قد يؤدي إلى تيار عكسي. صحيح أن الرجل إذا وجد شبابا يوازرونه ينشط ويحيا ويتحرك، لكن لا بد أن يضبط تصرفه وأن لا يندفع الاندفاع الذي يخل، لأن بعض الاندفاعات ولا سيما في بلاد غير مسلمة قد يلفت النظر، وحينئذ يقضى على الدعوة، وهذا أمر ينافي الحكمة وله خطره. وكم رأينا من الاندفاعات التي يتصرف فيها المندفع تصرفا منافيا للحكمة، كم رأينا فيها من الخلل، وربما يقضى عليها حتى تموت. ورأس هذا كله هو الإخلاص لله عز وجل، وأن يعتقد الداعي إلى الله
أنه يدعو إلى دين الله، يدعو عباد الله عز وجل إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، إلى ما يقربهم إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته، يدعو عباد الله إلى ما فيه الحياة الطيبة والجزاء الحسن في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأسأل الله تعالى أن يثبتنا جميعا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين، وأن يشد عضدكم بنصرته وإعزازه، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.